بسم الله، اهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هكلمكم عن انظمه انتظار العملاء او الكيوينج سيستم. الكيوينج سيستم يا شباب او انظمه انتظار العملاء دي ليها فايده كبيره جدا في عمليه تنظيم الوصول الى الكاونتر او الراجل اللي بيقدم الخدمه. زي ما احنا شايفين هنا مثلا ده كاونتر رقم واحد، كاونتر رقم اثنين، كاونتر رقم ثلاثه، وفي الشاشه الرئيسيه هنا اللي بتعرض الارقام وادي الناس المنتظرين، وهنا المكنه بتاعت الكيوسك زي ما احنا هنشوف عشان تبدا تاخد تيكت او تاخد رقم، تمام، وتبدا في عمليه الانتظار عشان الناس تبدا تبقى مترتبه او بتشتغل بنظام او بترتيب كويس عشان ما نضيعش الوقت. طبعا انظمه الانتظار للعملاء دي احد الوسائل الذكيه اللي بتعتمد عليها الشركات الكبرى والمصالح الحكوميه، تمام، او المصالح الخدميه، تمام، في خدمه عدد كبير جدا من العملاء. وبالتالي لما يكون عندي عدد كبير من العملاء يبقى انا لازم محتاج الى عمليه تنظيم للاشخاص، تمام، في صفوف. ممكن الخدمات دي نلاقيها او خدمه الانتظار او انتظار العملاء، تمام، بنلاقيها في البنوك، بنلاقيها في المستشفيات، بنلاقيها في العيادات، تمام، او في السفارات او في هيئات البريد وفي وحدات الترخيص او وحدات السجل المدني، او بمعنى اخر في الخدمات العامه اللي بيبقى فيها اعداد كبيره من الناس متواجدين للحصول على خدمه معينه. اهميتها ان هي رقم واحد بتعمل على تقليل وقت الانتظار، يبقى رقم واحد تقليل وقت الانتظار للعميل، يبقى النظام ده بيساعد العميل ان هو بدل ما يستنى ساعه عشان يحصل على الخدمه ووجود فوضى، تمام، لا ده هو بيستنى مثلا 10 دقائق، ربع ساعه، تمام، وبيحصل على الخدمه، وبالتالي بيبقى في نظام، والنظام ده بيفيد العميل لتقليل وقت الانتظار للعميل، القضاء على الطوابير والفوضى في الوصول لمنافذ خدمه العملاء. ده رقم اثنين مهم جدا، يبقى المكان هيبقى منظم، ما فيش فوضى عشان كل الناس عايزه تدخل لخدمه العملاء. طبعا ممكن انا اعمل نظام انتظار للعملاء رقمي، بيبقى نظام سهل جدا واقدر اتعامل معاه بسهوله، ما بيحتاجش تدريب للاشخاص كتير، هو بس نظام بسيط، تمام، تقدر مقدمين الخدمه يتعاملوا معاه بسهوله شديده جدا. طب ايه هي المكونات الرئيسيه للكيوينج سيستم؟ رقم واحد وحده استدعاء العميل او اللي احنا بنسميها الكاونتر تيرمينال، والحاجات دي احنا هنبدا نشوف الكاونتر تيرمينال والحاجات دي بالتفصيل، كل مكون ليه سلايد كده هنبدا نشرحه بالتفصيل. يبقى رقم واحد، ركز معايا، الكاونتر تيرمينال، رقم واحد الكاونتر تيرمينال وحده استدعاء العميل، رقم اثنين الكاونتر ديسبلاي او شاشه الشبابيك، الشاشه اللي بيبقى معروض عليها الارقام وانت هتروح لانهي شباك او انهي كاونتر، بعد كده شاشه الخدمات الرئيسيه او السيرفيس ديسبلاي هنشوفها دلوقتي بالتفصيل، الكيوسك او وحده طباعه التذاكر اللي هي اللي انت بتاخد منها التيكت، تمام، او بيسموها التيكت برينتر، في شاشات ال اي دي طبعا بتبقى موجوده للعرض، وفي وحده التحكم الرئيسيه ودي مهمه جدا اللي هي بنسميها السنترال كنترول يونت، ده شغل الهندسه شويه، يعني كل المكونات اللي بره موجوده قدام العملاء كلها سهله، سهله التعامل معاها، وحده التحكم الرئيسيه اللي بتعمل عمليه ربط او تحكم في جميع هذه الوحدات مع بعض. بعد كده طبعا بربط كل المكونات دي من خلال كابلات خاصه بنظام الكيوينج سيستم، يبقى في نظام الكابلات او الكيبلينج سيستم، تمام، الخاص بنظام الكيوينج سيستم او نظام انتظار العملاء. طيب اول حاجه وحده استدعاء العميل، وحده استدعاء العميل اللي هي الكاونتر تيرمينال، ممكن تبقى حاجه بسيطه زي دي شبه الاله الحاسبه كده، عليها ارقام، في شاشه هنا حاطينها على التيبل او على الترابيزه عند الراجل اللي بيقدم الخدمه، كل واحد قدامه واحدة زي دي هو ايه بيبدأ يشتغل بيعمل استدعاء للعميل، تحتوي على ازرار عمليات نظام الاستدعاء، يبقى هي وحدة استدعاء العميل فيها زراير اقدر استدعي منها، تمام، العملاء، تحتوي على مفاتيح استدعاء العميل، التالي ممكن انا ادخل على العميل وبعد كده العميل اللي بعده، تمام، يبقى انا اقدر اختار من الزراير العميل اللي بعده، بها امكانيه تحويل العميل الى خدمه اخرى، يعني الراجل ده جاي يصرف مثلا في البنك فلوس، لا والله هو عايز يروح للشكاوي مثلا، تمام، يبقى هو اقدر من خلال الكاونتر تيرمينال اقدر احول العميل من خدمه الى خدمه اخرى، من خدمه الى خدمه اخرى، دي حته مهمه جدا. امكانيه غلق وفتح الكاونتر، اقدر افتح واقفل الكاونتر نفسه، تمام، فحص عدد المنتظرين، اقدر اشوف كم واحد منتظر في الخدمه دي بس، تمام،
تخزين رقم العميل في حاله عدم الانتباه، اقدر والله الراجل ما خدش باله، تمام، اخزن الرقم ممكن يرجع لي تاني، فالرقم ده بيبقى متخزن مش بيروح، تمام، تخزين رقم العميل في حاله عدم الانتباه. طبعا ممكن استخدمها ان انا اعمل نداء عشوائي، ممكن نداء الارقام بالترتيب حسب ما انت بتحتاج. انا طبعا بحتاج ارتب الارقام بترتيب معين، في منها اي حاجات بيبقى فيها التنبيه صوتي، تنبيه ضوئي متقطع وصوتي عند طلب العميل، هنا بتعمل فلاش، تمام، وبتدي صوت، تمام، يمكن وضعها على المكتب او تثبيتها على الحائط. في منها طبعا حاجات صغيره تبقى محطوطه على المكتب، وفيه الكاونتر تيرمينال بتبقى جزء كبير بتثبت على الحائط. المكون الثاني او ثانيا اللي هي شاشه الشبابيك. كل شباك يا شباب الكاونتر ديسبلاي، كل شباك بيبقى عليه شاشه فيها 7 سيجمنت ديسبلاي، 7 سيجمنت ديسبلاي، اللي هو 7 سيجمنت ديسبلاي دي اللي اقدر اطلع منها عدد لحد مثلا 999 رقم في الكاونتر. يبقى ده بتركب على مين؟ على الشباك. يبقى شاشه رقميه ذات شريحه ضوئيه، هي شاشه ضوئيه، تمام، يمكن اضافه، ممكن كمان اعمل عليها تنبيه صوتي داخل الشاشه نفسها لجذب الانتباه. يمكن توصيل كل شاشه على حده بكابل مدعوم، طبعا دي بتتوصل بكابلات زي ما احنا هنشوف، باور اوفر ايثرنت، بي او اي. الكابلات دي هي الكابل بيشيل السيجنال بتاعه الباور، بيشيل السيجنال بتاعه الباور وبيشيل السيجنال بتاعه الداتا. يبقى الكابل نفسه بيشيل باور وداتا، والكلام ده اتكلمنا عنه كتير في محاضره الداتا والتليفون. يبقى في خاصيه بنسميها باور اوفر ايثرنت. يبقى الباور اوفر ايثرنت كابل النت العادي بتاعنا ده اليو تي بي، يقدر يشيل، تمام، طاقه اللي هي الباور، ويقدر يشيل داتا اللي هي البيانات. يوضح رقم الشباك على الشاشه، طبعا هنا بيبقى فيه رقم، تمام، ممكن يبقى مكتوب لك ان ده والله شباك رقم واحد، شباك رقم اثنين، شباك رقم ثلاثه، تمام، وده رقم العميل. يبقى في حاجات هيبقى فيها رقم الشباك ورقم العميل، طبعا بيبقى ليها زاويه رؤيه مختلفه حسب الشركه المصنعه، تمام، ممكن احطها اعلى الكاونتر او اعلقها في السقف حسب الديزاين الموجود. طبعا في شاشات خدمات عامه او شاشات خدمات رئيسيه اللي هي بيسموها السيرفيس ديسبلاي. السيرفيس ديسبلاي دي اللي بيبقى فيها هنا رقم التذكره وهنا رقم الكاونتر اللي حضرتك هتروح للكاونتر بتاع خدمه العملاء. يبقى هنا تتضمن لازم رقم الكاونتر ورقم التذكره بتاعتك او رقمك، او لو انا في مستشفى او في عياده يبقى رقم العياده ورقم التذكره بتاعتك، بحيث انت تبدا تروح للعياده الخاصه اللي انت محتاجها. تستخدم طبعا لعرض رقم العميل ورقم الشباك في شاشه واحده، دي الميزه، رقم العميل ورقم الشباك. رقم العميل اللي هو رقم التذكره سواء هنا او فوق، رقم الشباك اللي هو رقم الكاونتر، تمام، او الكلينيك نمبر اللي هو رقم العياده اللي انت هتبدا تروح لها. عباره عن شاشه رقميه برضو فيها 7 سيجمنت ديسبلاي، ليها زوايا رؤيه مختلفه ممكن تصل ل 170 درجه يمينا ويسارا. ده طبعا حسب الشركات المصنعه، بيحطوا فيها برضو انظمه تنبيه صوتي، تمام، على اساس ان انت تدي لك انتباه او يدي لك صوت يدي او ينده على العميل ويقول له والله انت تروح كاونتر رقم 8 مثلا، رقم التذكره 220 وهكذا. الوحده المهمه جدا في الكيوينج سيستم اللي هي بيسموها الكيوسك. وحده الكيوسك دي عباره عن وحده مجمعه على شكل كشك كده، تمام، بيبقى فيها الشاشه بتاعتها، وفيها هنا تقدر تطلع الارقام الخاصه بان انت اول ما بتوصل تختار الخدمه اللي انت محتاجها، وهو بيدي لك رقم تسلسلي. يبقى هو فيه مزوده بشاشه ليد تعمل باللمس، طبعا معظمها دي تاتش سكرين، وبيبقى فيها طابعه حراريه، تمام، عشان تقدر تطلع منها التذكره او رقم العميل او رقم الخدمه، تمام. يبقى هي عباره عن شاشه ليد وطابعه حراريه، وبيبقى جواها وحده التحكم الرئيسيه، دي بتبقى مزوده بالكنترولر او بيسموها وحده الكمبيوتر، والبرنامج الخاص بعمليه التشغيل. يعني كل الدنيا بتبقى هنا، انت لو فتحت كده تحت في الجزئيه دي كده هتلاقي هنا في الكنترولر الرئيسي، تمام، والسوفت وير موجود طبعا على الكنترولر الرئيسي ده او على الكمبيوتر ده، وهو اللي بيتحكم في الشاشه والطابعه الحراريه. طبعا في حاله عدم استخدام وحده الكيوسك ممكن استخدم في حاجات بسيطه كده، بتبقى تيكت برينتر عاديه، استخدم تيكت برينتر عاديه، تمام، واقدر من خلالها استخدمها كسنترال كنترول يونت. وفي هذه الحاله يحتاج الموظف انه بيختار الخدمه المطلوبه للعميل بناء على طلبه، يعني هو بيختار الخدمه
وبعد كده بيطبع بيبقى فيه حاجات طبعا بتبقى وحده كامله كيوسك كامله، او الوحدات الصغيره اللي هي عباره عن برينتر مع جزء التحكم. تمام، طبعا هنا انا بوري لك وحده التحكم المركزيه او اللي احنا بنسميها السنترال كنترول يونت، مهم جدا في الكيوينج سيستم او نظام استدعاء او انتظار العملاء. تمام، السنترال كنترول يونت ده عباره عن كنترول يونت بيبقى فيه بيلت ان سويتش مود باور سبلاي داخلي، هنا في باور سبلاي اللي هو هيبدا يغذي الوحده كامله، بيلت ان طبعا نوعه اس ام بي اس اللي هو بيسموه اس ام بي اس، الناس اللي شغاله في الباور او شغاله في الباور سبلاي اللي هو سويتش مود باور سبلاي، يبقى النوع ده بيلت ان سويتش مود باور سبلاي. في بيلت ان ستيريو امبليفاير طبعا عشان ابدا اوصل سماعات اللي بتطلع الصوت تمام بتاع الكيوينج سيستم، لازم يبقى في بيلت ان ستيريو امبليفاير طبعا حسب القدره بتاعته، ده تقريبا 2 انبوت 2 اوتبوت عفوا، كل اوتبوت 20 واط، يعني انا عندي 40 واط اقدر اشغلهم. في طبعا الاون والاوف باور سويتش، ده مفتاح الفصل والتشغيل للجزء كله. في الديسك توب اللي انت بتشوفه اللي هو الشاشه، طبعا بيتغذى ب 24 فولت دي سي، والماكسيمم كارنت بتاعه بيبقى تمام 6 امبير، ده لكيوسك معينه او وحده تحكم مركزيه معينه. في بلو باور ليد انديكيتور اللي هو بيوضح لك الجزء الازرق او الاخضر، بيدي لك ليد انديكيتور لحاله الوحده. فانا في عندي السنترال كنترول يونت وحده التحكم المركزيه، اللي يهمني هي جواها باور سبلاي بيلت ان سويتش مود باور سبلاي، جواها الامبليفاير الخاص بالصوت والمفتاح بتاع الفصل والتشغيل، وجواها الباور طبعا بيشتغل ب 24 فولت دي سي. طبعا شكل وحده التحكم المركزيه في الكيونج سيستم بيختلف من شركه الى اخرى مصنعه لهذا النظام. طبعا وحده التحكم المركزيه زي ما قلنا كده ممكن يكون ليها اشكال مختلفه، في لمبه ليد بتوضح لي الباور، في داخل الباور في مفتاح باور تمام اللي هو الجزء ده نفسه، تمام بيبقى في عندي مخارج صوت تمام عشان ابدا اوصل فيها الصوت بتاعي، اشوف الامبليفاير مقداره كام، ببدا اوصلها طبعا بالانترنت من خلال المنافذ الخاصه بالداتا تمام عشان ابدا اوصل لباقي الانظمه، كل المكونات بتبقى مربوطه هنا في السنترال كنترول يونت. طيب ايه هي لازمه او فائده وحده تحكم مركزيه في الكيوينج سيستم او نظام استدعاء العملاء؟ رقم واحد امداد جميع الوحدات بالطاقه اللازمه والبيانات، يبقى رقم واحد هي بتديني الباور، باخد منافذ تمام خاصه بالباور، احنا قلنا معظمها باور اوفر ايثرنت، يبقى انا بمد بيه الطاقة والبيانات لجميع المكونات من خلال السنترال كنترول يونت. بعد كده بتتوفر طبعا هي بقدرات مختلفة، يعني باور مختلفة وجهد خارج ثابت طبقا لشركات المصنعة، يبقى كل واحدة ليها قدرة كباور كذا وات، اثنين مثلا في 20 زي ما شفنا، اثنين في 40، اي رقم انت محتاجه حسب الشركة اللي بتصنع بتدي لك باور مختلف. طبعا مزودة بمفتاح زي ما قلنا اون واوف على اساس ان انا ابدا افصل واشغل وحده كامله، وبيبقى فيها لمبات بيان عشان توضح لي حاله التشغيل. مهم جدا تعرف ان هي مزوده بمكبر قدره صوتي اللي احنا قلنا عليه اللي هو الاستيريو امبليفاير، ده اوديو امبليفاير اللي هو مكبر صوتي. في منافذ لتوصيل شاشه الشباك، ومخارج لتوصيل السماعات، ومخارج لتوصيل البرينتر، ومداخل الصوت عشان ادخل صوت من مايك مثلا من جهاز الكمبيوتر، والمفتاح الخاص بالباور. طبعا ممكن ازود البورت عن طريق ان انا اوصل داتا سويتش بيها وابدا اوصل فيها بورتس مختلفه. طبعا هنا بنبدا نشوف في المكون الخامس، في بيركبوا معاها شاشات ليد. الشاشات الليد دي عباره عن شاشات عرض، يمكن تزويد النظام من خلال شاشات يتم من خلالها عرض مثلا فيديو للخدمات اللي بتقدم من المؤسسه او المكان او المستشفى اللي انت موجود فيها، تمام؟ كافه المعلومات اللي انت ممكن تبقى محتاجها وانت قاعد في بتشوف النظام او بتتعامل مع النظام، سواء كانت المعلومات دي مكتوبه باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه، معروضه عليك باللغه العربيه او اللغه الانجليزيه، يبقى الشاشات هنا شاشات عرض عشان يقدم لك الخدمات. كده قلنا مهم جدا ان احنا نعرف الحاجات اللي هتربط المكونات ببعض، الكابلات كلها بتبقى
الكابلات بتاعت الداتا العاديه، الكابلات اليو تي بي اللي هي كات 6 او كات 6 اي زي ما شفنا في محاضره الداتا، الكابلات المستخدمه كات 6 او كات 6 اي عشان اوصل بين سنترال كنترول يونت او وحده التحكم او اللوحه الرئيسيه وباقي المكونات عشان تاخد باور وداتا من خلال خاصيه الباور اوفر ايثرنت بي او اي. طبعا الكابلات دي بيبقى بيستخدم نوع بيسموه شيلدد تويستد بير، اتكلمنا عنه، شيلدد تويستد بير، شيلدد تويستد بير ده نوع شيلدد، او بيو تي بي ان شيلدد تويستد بير، يعني معظمهم بيستخدم شيلدد تويستد بير. بيبقى الكروس سكشن اريا بتاعته او مساحه المقطع بتاعته 1.5 ملي. طبعا التويستد بير يعني هو ايه؟ عباره عن زوج من الكابلات ملفوفين حوالين بعض، ابيض برتقاني برتقاني، ابيض اخضر اخضر، وفي ابيض بني بني وابيض ازرق ازرق، دول 8 اطراف كل واحد 1.5 ملي، بيبقى بير زوج يعني 2 في 1.5. طبعا لازم يبقى العزل بتاعه بيبقى بي في سي، ولازم نراعي دايما في كابلات الداتا ان ما تزيدش عن 90 متر، يعني الفولت دروب ما يكونش كبير على اساس ان احنا ايه ما يحصلش اتنويشن او ما يحصلش تغيير في الجهد. طيب هنشوف ازاي طبعا النظام شغال وبعض التطبيقات على انظمه الكيوينج سيستم وبعض الشركات اللي احنا بنستخدمها في هذا النظام. طيب اول حاجه موظف الاستقبال بيختار الخدمه المطلوبه، رقم واحد يبقى موظف الاستقبال بيختار الخدمه المطلوبه للعميل بناء على طلبه، تمام؟ او بيدخل العميل نفسه في الكويزك نفسها، تمام، وبيختار قدامه الخدمات، بيختار الخدمه المطلوبه، تمام، من وحده الكيوزك. طبعا الوحده دي زي ما قلنا هي مزوده بطابعه حراريه عشان تطلع لك ايه الرقم او التيكت. طبعا بيبقى موجود جواها لوحه مفاتيح بتقدر تختار منها او عباره عن تاتش سكرين بتقدم الخدمه. بعد كده بتصدر الطابعه بتطلع لك التذكره مطبوع عليها رقم العميل واسم الخدمة والتاريخ والساعة، تمام، اللي تم فيها سحب الرقم، بالإضافة لعدد الزائرين المنتظرين، مهمة جدا. يبقى هي بتطلع لك رقم العميل مهم جدا، بص في أي تذكرة من التذاكر اللي أنت بتتعامل معاها في الكيو سيستم، رقم العميل، اسم الخدمة نفسها اللي أنت اخترتها، والتاريخ والساعة اللي أنت سحبت بيها الرقم ده، بالإضافة إلى عدد الزائرين المنتظرين والشعار طبعا الخاص بالمؤسسه. طبعا احنا لما بنبرمج بنحط الشعار الخاص بالجهه اللي احنا بنعمل له نظام الكيوينج سيستم. بعد كده بينتظر العميل في صاله الانتظار، بيبص على الشاشات اللي موجوده وبيبص على الشاشات العامه والشاشات الخاصه بالشبابيك، بيبص على الشاشه المجمعه، تمام، اللي موجوده طبعا في صاله الانتظار، وبيسمع صوت، يعني برضه بيبقى مركز ان هو يسمع النداء الصوتي المصاحب لظهور الرقم، في صوت بيطلع العميل رقم كذا، الكاونتر رقم كذا، تمام. بعد كده الموظف نفسه بيقوم من خلال الكاونتر تيرمينال، تمام، باستدعاء الراجل ده، تمام، على الشاشه وبيبدا ياخد الخدمه بتاعته ويخلص الاجراءات بتاعته. طبعا في حاله عدم وجود اجراءات اضافيه تستلزم تاخير العميل قليلا، يقوم الموظف بتخزين الرقم، تمام، لحين استدعائه مرة أخرى، فيها خاصية إن أنت إيه تخزن الرقم.